إلا الصلاة إلا الصلاة يا شباب. الله أكبر الله أكبر. إلا الصلاة يا شباب إلا الصلاة ثم اصنعوا ما تشاءون لعل الله أن يتدارككم برحمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أمتي الصلاة يا جبريل تضيع أمتي الصلاة. قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله ستتحسر وتندم في يوم لا ينفع الندم. والله لن يدافع عنك في قبرك إلا الصلاة. إلا الصلاة هي التي ستقف عند رأسك وتقول أنا عمله أنا من يشفع له. خمس صلوات خمس صلوات حي على الصلاة خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة. ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إن الذي يريد أن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد نفسه في صلاته وصلته مع ربه. فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والله من تهاون بها فلا تسأله عما بعدها. إنها آخر ما يفقد العبد من دينه فليس بعد ضياعها والتمريض فيها الإسلام. أليست أول ما ستسأل عنه يوم القيامة؟ فإن قبلت قبل عملك وإن ردت رد سائر عمل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة نور الصلاة نور وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الصلاة نور كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين. مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين. الله أكبر الله أكبر لا تذكر أمر بمعروف ونهي عن منكر.